التوجيه للنساء إذا لم يتيسر لها الصلاة في المسجد. نعم، المرأة المسلمة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، بل أفضل من صلاتها عند باب الكعبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. وإذا لم يتيسر لها أن تصلي مع المسلمين حتى تتنشط على ذلك، فإنها تحيي من الليل ما تستطيع صلاة ودعاء وتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. والموفقة التي تجعل لها حزبا من القرآن في بيتها في الصلاة، إذا هجدت العيون في الثلث الأخير من الليل تحييه ما تيسر ساعة أو نحوها، ولها في ذلك أجر من ربها سبحانه وتعالى، والله أعلم.